أهلا بكم إلى النبأ اليوم وأبرز ما فيه. ما أسباب غياب أي رد فعل رسمي ليبي تجاه إرسال كوريا الجنوبية والفلبين قطعا بحرية إلى ليبيا؟ مع محمد شبيني وهيفاء حامد. الدينار الليبي يغلق على ارتفاع مع نهاية الأسبوع مع مهيب جرادة. الجزيرة يضرب موعدا مع الأهلي بنغازي في كأس الأمال لكرة الطائرة تحت 17 عاما مع عبد الرؤوف الرياني. وارتفاع الرطوبة النسبية على معظم المناطق الساحلية مع محي الدين علي. أهلا بكم في نبأ اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. رجح المتحدث باسم مكتب رئاسة كوريا الجنوبية كيم وي كيوم اختطاف مسلحين للمواطن الكوري والفلبينيين ثلاثة في ليبيا مقابل إطلاق سراح أحد عناصرها المعتقلين لدى السلطات في ليبيا. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت سابقا عن مسؤولين كوريين قولهم إن كوريا الجنوبية أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا لضمان إطلاق سراح مواطنها المخطوف رفقة ثلاثة فلبينيين منذ أسابيع. كما كشف موقع ABS-CBN الفلبيني عن عزم رئيس البلاد رودريغو دوتيريتي إرسال سفينة إلى ليبيا بعد اختطاف ثلاثة من مواطنيه متواعدا بإرسال فرقاطة هو الآخر في حال تعرض المختطفين للأذى من المسلحين وفق قوله. تأتي هذه التحركات وتطورات غدة الانفلات الأمني في البلاد وفي ظل غياب أي رد رسمي للسلطات المحلية سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية بشأن عزم كوريا الجنوبية والفلبين إرسال قطعا بحرية حربية قبالة السواحل الليبية وتلويحها باستخدام القوى ضد خاطفي مواطنيهم بالجنوب الليبي دون ظهور أي اتصال واضح بين الجانبين لحل الأزمة. لم يعد خافيا تحول ليبيا إلى مساحة للتدخلات الخارجية بل ساحة حرب بالوكالة في بعض الأحيان، وزادت هذه التدخلات من تأجيج الصراع في البلاد بدعم إقليمي وغربي لطرف على الآخر. ترهل السلطات المتصارعة واختفاء دورها السيادي فتح المجال للتدخلات الأجنبية في ليبيا، وشجع سلطات كوريا الجنوبية فيما يبدو على إرسال سفينة حربية قبالة سواحل البلاد في عرض قوة على ما يبدو لضمان إطلاق سراح مواطنها الذي خطف مع ثلاثة فلبينيين في الجنوب الليبي كانوا يعملون في موقع تابع لجهاز النهر الصناعي. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤولين كوريين الخميس قولهم إن السفينة مونمو المشاركة في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن اتجهت إلى ليبيا وذلك لضمان إطلاق سراح مواطنها المخطوف. قلق سيول على مواطنها أظهره المتحدث باسم رئاسة الكورية الجنوبية كيم وي كيوم حين رجح اختطاف مسلحين للمواطن الكوري والفلبينيين ثلاثة مقابل إطلاق أحد عناصرها المعتقلين لدى السلطات الليبية في طرابلس. تصريحات المتحدث باسم رئاسة الكورية ذهبت إلى ترجيح أن المسلحين الخاطفين يقودهم شقيق المبروك حنيش المعتقل لدى قوة الردع الخاصة في طرابلس التي بدورها تطالب بتسليمه مقابل المهندسين الأجانب. تداعيات الانفلات الأمني التي تشهده البلاد جعلت من مانيلا هي الأخرى تتحرك بشكل عسكري لتعلن عزمها إرسال سفينة حربية إلى السواحل الليبية للمشاركة في تحرير مواطنيها بحسب ما كشف عنه موقع ABS-CBN الفلبيني. الموقع نقل عن الرئيس الفلبيني رودريغو ديتيرتي توعده بمعاقبة المسلحين في حال تعرض المختطفين لأي أذى في الوقت الذي لا يوجد أي اتصال من الجهة المسؤولة عن الاختطاف ولم تبرز أي مطالب وراء العملية. تلويح بالقوة وإرسال سفن حربية إلى البلاد وتهديد ووعيد من قبل مانيلا وسيول تطرح إشارات استفهام عن ماهية عمليات هذه القطع البحرية الحربية المرسلة، كما تضع تساؤلا جوهريا وواضحا عن سبب غياب أي رد فعل أو تصريح من السلطات المحلية
المتمثلة في المجلس الرئاسي المقترح تجاه هذه التحركات التي من شأنها أن تدق ناقوس السيادة الليبية. ردود فعل تعتبر الأولى من نوعها تصدر عن دول الشرق الأسيوي على الصعيد العسكري هذه المرة، ليس كما اعتاد الليبيون في السابق عندما لا يتعدى الأمر استقبال بعثات الشركات الكورية والفلبينية في عديد المجالات في البلاد. مسلسل الاختطاف ليس بالجديد في المشهد الليبي، حيث يجري تسجيل حالات اختطاف لليبيين وأجانب باستمرار بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، ناهيك عن عمليات التصفية الجسدية والطلب الفدية للإفراج عن المخطوفين. الأجانب الأربعة محور التحركات العسكرية اختطفوا في منطقة شهدت عدة حوادث مشابهة، حيث جرى في نوفمبر من العام الماضي اختطاف 3 مهندسين أتراك وآخر جنوب أفريقي كانوا يشتغلون بمحطة أوبار الغازية وأطلق سراحهم بعد مدة. الوضع في الجنوب تستغله ليس فقط كل العصابات المسلحة للتغلغل وتجميع عناصرها، بل مجموعات مسلحة من كل حدب وصوب تجد في هشاشة الوضع الأمني بيئة حاضنة تسمح لها بممارسة أعمالها والتحرك بحرية، مهددة بذلك سكان المنطقة الذين أصبحوا بلا خدمات ولا أمن في منطقة غدت لقمة سائغة لأي قوة تثير القلاقل فيه دون أي دور للسلطات الرسمية لبسط الأمن. وفي ظل التطورات الأخيرة في المشهد الليبي عقب التلويح بالقوة والتدخل العسكري من الحكومتين الكورية الجنوبية والفلبينية من أجل إطلاق سراح مواطنيها المختطفين في ليبيا وإرسالها قطعة بحرية، هل أصبحت ليبيا مكاناً لاستعراض القوى الدولية؟ وما مآلات التصعيد العسكري من الدولتين؟ وللمزيد بخصوص هذا الموضوع ينضم إلينا بالاستوديو المحلل السياسي والأستاذ بالقانون الدولي السيد سامي الأطرش. بداية سيد سامي أهلا وسهلا بك، وفي ظل هذه التطورات ما وراء غياب أي رد فعل رسمي من قبل السلطات الرسمية سواء في المنطقة الغربية أو في المنطقة الشرقية لدخول أو اتجاه إرسال الفلبين وكوريا الشمالية فرقاطة إلى المياه الإقليمية الليبي. أولا تحية لحضرتك ولمشاهديكم. الحقيقة هذا نوع من يعني الاختراق للسيادة الليبية، وبالتأكيد يجب يعني القيام فورا بعدة إجراءات مهمة على مستوى الأمم المتحدة وعلى مندوبنا الليبي في الأمم المتحدة الحقيقة أن يتقدم بمذكرة احتجاج فوريا، وعلى السيد رئيس المجلس الرئاسي أيضا أن يقوم ببعض الأعمال المتعلقة بالاتصالات الدولية لمجلس الأمن وغيره، لأن هذا يعتبر انتهاك للسيادة الليبية الحقيقة، ويعتبر خلق لقواعد عرف قانون دولي جديدة. يعني لا يجوز لأي دولة الحقيقة طالما ليبيا تحت البند السابع، فنعتقد أن الأمم المتحدة كانت هي المسؤولة على حماية يعني مواطنين أي دولة في ليبيا، وليس للدول أن تأخذ حقها بيدها. يعني هذا يعتبر تعسف في استخدام الحق الدولي بالتأكيد. طيب في العادة كيف يتم التعامل مع هكذا عمليات سياسية من قبل السلطات في البلاد حسب رأيك؟ نعم، هو كما قلنا يعني يجب على مندوب ليبيا الدولي في الدائم في الأمم المتحدة أن يتقدم فورا بمذكرة احتجاج لمجلس الأمن، وأن يطلب انعقاد مجلس الأمن لمثل هذا السلوك المخالف لكل الأعراف الدولية. المجلس الرئاسي أيضا عليه مسؤولية الحقيقة أن يقوم فعلا أيضا يعني بخطاب للأمم المتحدة يطلب فيه التدخل في هذا الشأن ومذكرات احتجاج دولية. يعني هذا العمل الدبلوماسي، وزير الخارجية أيضا عليه مسؤولية أن يقوم بعدة إجراءات دبلوماسية من احتجاج ومن دعوة لمجلس الأمن أيضا. هذه الجهات اللي نعتقد هي المسؤولة الآن على التحرك فورا لاتخاذ موقف مضاد لمثل هذا السلوك يعني الخارج على مفاهيم الدبلوماسية. طيب هل بمثل هذه العمليات سيد سامي يعني من الممكن أن نقول أن ليبيا أصبحت مكان لاستعراض العضلات لدول العالم مثلا؟ بالتأكيد، هو ضعف الدولة الليبية يعني عطى مساحات الحقيقة كبيرة لكثير من الدول، يعني والتدخلات في ليبيا بدأت منذ وقت مبكر وما زالت تزداد، يعني سواء من جمهورية مصر، سواء من الإمارات، سواء من قطر، سواء من إيطاليا، سواء من الآن كوريا. يعني أصبحت منطقة مباحة الحقيقة لغياب السلطة، لغياب السلطة الليبية. يعني بالتأكيد نحن وضعنا أنفسنا في موقف أصبح الجميع يعني قاب قوسين أو أدنى وأن يدخل الأراضي الليبية دون رادع وحاسب. يعني طيب ما مآلات التصعيد العسكري لدولتين كوريا الجنوبية والفلبين؟ إلى أين يمكن أن يصل هذان الدولتان في تحركاتهما؟
أنا مش قادر نربط الحقيقة العلاقة بين الدولتين في الصراع اللي حضرتك ذكرتها. هم عندهم مختطفين، مختطف كوري جنوبي ومختطف في الفلبين. نعم. إثر هذين المختطفين هم أرسلوا فرقات كوريا الجنوبية وأيضا الفلبين. صحيح صحيح صحيح. فإلى أين يمكن أن يصل هذا التحرك العسكري؟ لا أعتقد أن له يكون قيمة أي قيمة عسكرية فعلية، لأن يعني الأراضي الليبية ليست يعني مسألة بسيطة بحيث تدخل عملية بهذا الحجم لمحاولة إنقاذ هؤلاء الأسرى أو المحتجزين. إذن السلوك نفسه سلوك غير مدروس عاطفي لا ينم الحقيقة على شعور بالمسؤولية من الدولتين التي حاولت أن تستوفي حقهما بذاتهما دون اللجوء للأمم المتحدة. أنا أعتقد أن التصرف تعسفي ولن يأتي بأي نتائج، على العكس تماما ربما يأتي بالإضرار بهؤلاء الرعاية لهؤلاء الدولتين يعني. طيب الآن المخطوفين هم اختطفوا في منطقة الجنوب الليبي، ما هو دور الجهات الأمنية الآن في إطلاق سراح المختطفين بعد إرسال كوريا الجنوبية والفلبينيين فرقاطة للمياه الإقليمية الليبية؟ لا نعتقد أيضا أن الخاطفين الحقيقة على مستوى من الشعور بالمسؤولية لسلوكياتهم، لا على المستوى المحلي ولا الإقليمي ولا الدولي، فلا أتوقع أن يكون هناك الحقيقة أي استجابة أو رد فعل، لأن لا يمتلك مثل هذه الجماعات الإرهابية لا تمتلك الحقيقة المعايير الصحيحة لوضع حسابات دقيقة لنتائج سلوكياتهم وتصرفاتهم. طيب هل من الممكن أن نرى أي تدخل على الأرض مثلا جراء هذا الاختطاف؟ بالتأكيد يعني بيكون هناك محاولات لعمليات كوماندوز يعني سريعة بقصد يعني الإفراج أو إنقاذ هؤلاء المختطفين، ولكن هذه فيها أيضا مخاطرة كبيرة لأن العمق في الجنوب عمق ليس من السهل أن تأتي إلى الساحل الليبي وتدخل في العمق الليبي دون أن يكون هناك يعني خطورة وأضرار لهؤلاء الهوستج أو الأسرى. فأنا نعتقد أن هذا السلوك في مجملة سلوك خاطئ غير مدروس دراسة جيدة. المحلل السياسي والأستاذ بالقانون الدولي سيد سامي الأطرش كنت معنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. العفو يا سيدي. مشاهدينا الكرام نبقى اليوم متواصل معكم ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. اعتبر المتحدث باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري مشروع دستور المطروح ورقة لا تساوي الحبر الذي كتبت به، قائلا إن رؤية قيادة عملية الكرامة هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق الإعلان الدستوري بعد تعديله كما الانتخابات التشريعية السابقة. والدستور الذي تم وضعه من لجنة الدستور التي فيها كثير من المواد التي تخدم الأخوان ووجود الأخوان في الدولة لا يمكن توافق عليه الليبيين على الإطلاق. نحن نرى هذا الدستور يعني عبارة عن ورقة لا تساوي الحبر الذي كتبت به. أعتقد أن انتخاب رئيس للبلاد مهم جدا في هذه المرحلة، انتخاب برلمان جديد مهم جدا في هذه المرحلة، ولدينا نحن تجربة سابقة يعني كيف تم انتخاب المجلس الوطني المؤتمر الوطني وكيف تم انتخاب البرلمان الحالي، تم انتخابه وفق الإعلان الدستوري، تم التعديل فيه. هذا وطلب محتجون من بينهم منتسبون لميليشيات الكرامة بإسقاط مجلس النواب وفق شريط مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. أغلق المحتجون طرق المؤدية إلى ساحة الكيش مطالبين بتنحي البرلمان عن المشهد ومنددين بسياسة رئيسه عقيل صالح. نواب قيادة عامة للجيش الليبي تستلم زمام الأمور تسكير لأن خلاص طفح الكيل طفح وقعدت من النواب جايين كبرة والله جايينكم ونظم معاش تمثلونا واطلعوا من المغازي انتم خلاص طفح منكم الكيل بالأخير.
من جانبه اتهم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر مجلس النواب بممارسة خبث المماطلة والتسويف تجاه مشروع دستور. الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه بتويتر قال إن مجلس النواب فشل فعليا في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور بعد محاولته في التصويت عليها في جلستيه الماضيتين. ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة البرلمان إلى التعامل مع قانون الاستفتاء بروح وطنية بوصفه استحقاقا في غاية الأهمية وفق قوله. وفي ذات السياق أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي طيب البكوش في مقابلة خاصة مع النبأ ستعرض السبت أكد أن تناقض المبادرات الدولية بشأن الملف الليبي تفاقم أو فاقم أزمة البلاد ولا تسهم في حل حالتها. مبادرة التي انطلقت في تونس مثلا وشاركت فيها دول الجوار كالجزائر ومصر وأيضا ما تقوم به الأمم المتحدة، ما تقوم به إفريقيا، ما تقوم به الجامعة العربية، ما يقوم به اتحاد المغرب العربي، هذا كله هو في الحقيقة لحل حالة الملف. ولكن عندما تنضج المسألة لابد من أن يكون هناك تكامل بين المبادرات لا أن تكون متناقضة. وربما من الأسباب التي عطلت حل في ليبيا ليس فقط التناقضات الداخلية والخلافات الداخلية بل أيضا التدخلات المتناقضة الخارجية سواء كانت عربية أو أوروبية أو وأبدى البكوش عزم الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على زيادة معدلات التجارة بين دول الاتحاد إضافة إلى إجراء دراسات تتعلق بالبنية التحتية للسكك الحديدية وطرق السيارات. نقوم بدراسات تتعلق بالبنية الأساسية كالخطوط الحديدية أو طرقات السيارة أو الحدود وحدود نقاط المرور إلى آخره، فهذا لنا دراسات في ذلك متواصلة. فيما يتعلق بالتجارة البينية لكي نرتقي بها إلى مستوى أرقى مما هو موجود وهو الآن مع الأسف الشديد لا يتجاوز 3% من المبادلات التجارية مقارنة مع إفريقيا أو التجمعات الإفريقية الأخرى أو مع العلاقات مع أوروبا أو غيرها، وهو من أضعف النسب في العالم في التجمعات. وفي درنا أفاد مصدر للنبأ بأن ميليشية الكرامة تلقت تعزيزات عسكرية تزامنا مع إخلائها المنازل المحيطة بحي المدينة القديمة والمغار في خطوة تمهيدية لاقتحامها. التقرير التالي والتفاصيل. في هذا الوضع الاعتقال والتنكيل بالمواطنين دون أي ذنب ارتكبوه سوى أن القدر وضعهم في طريق هذه الميليشيات يصبح واقعا لا مفر منه، والسند القانوني والتحفظ على المشتبه بهم حتى تثبت إدانتهم أمرا لا تعريف له وسط هذه الشوارع. فها هو جهاز الأمن الداخلي التابع لميليشيات الكرامة الذي حول مدرسة الأمل إلى مركز احتجاز لشباب درنا المعتقلين بشكل عشوائي، وتعهد آمر جهاز الأمن الداخلي إبراهيم هاشم لأهاليهم بأن يجري تسريحهم في أقرب وقت، بل ادعى وصور لهم أن حجزهم فيه حماية لهم من ميليشيات أخرى قد تستهدفهم انتقاما أو لدواع مناطقية أو جهوية. كل هذا سقط كما تسقط مبررات اجتياح المدينة، فقد رحل أبناء المدينة إلى سجن جرنادا سيء السمعة ليدخلوا ربما مرحلة جديدة من المعاناة على يد عصابات المداخلة المشرفة على المعتقل. الانتهاكات والتنكيل بالأهالي ليست وليدة اللحظة، وهو ما أثبتته تراكمات سابقة كان آخرها إخلاء المنازل المحيطة بالمدينة القديمة وحي المغار من سكانها تمهيدا للسيطرة على المنطقة بشكل تام. سياسة تعود بالذاكرة إلى ما شهدته بنغازي من تهجير لأهالي سوق الحوت والبلاد وحي الليثي والهواري، وما رافقها من عمليات سطو على المنازل ونهب لأرزاق المواطنين لتعاد الكرة مرة أخرى في درنا. مسلسل متواصل من الانتهاكات تمارسها ميليشيات الكرامة على درنة وأهلها لتتحول منازل المواطنين إلى ركام ويصبح أهلها نازحين
بينما يزج بشبابها إلى السجون في خطوة مخالفة للقانون الدولي والإنساني. تصدرت المدينة إحصائية رسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تصدرت قائمة أكثر مدن شهدت سقوط ضحايا مدنيين جراء أعمال عنف أو حوادث إطلاق نار هذا العام. أورد التقرير الأممي أن مدنيو ليبيا يعتبرون الضحية الأولى لأعمال العنف في البلاد، جانب مما أوردته البعثة يستعرضه التقرير التالي. لا يزال المدنيون في ليبيا يسقطون ضحايا أعمال العنف تارة وحوادث إطلاق نار تارة أخرى، لتكون حصيلة الضحايا منذ بداية العام الجاري 435 ضحية بينهم 127 قتيلا. ووفقا لإحصائية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تصدرت مدينة بنغازي قائمة أعلى مدينة من حيث عدد الضحايا، حيث وثقت البعثة سقوط 56 قتيلا و203 جريح، تلتها مدينة درنا ثم سبها. وبحسب البعثة فقد كان شهر مايو هو الأعلى في سقوط القتلى، حيث بلغت الحصيلة 47 قتيلا، يليه شهر يناير ب39 لتبلغ حصيلة الجرحى طيلة الشهرين 200 جريح في المدن الليبية. شهر يوليو الماضي كان الشهر الأقل الذي سجل فيه عدد الضحايا، حيث بلغت الحصيلة 3 قتلى و5 جرحى، معظمهم مدنيون غير مشاركين في القتال بشكل مباشر. تقارير الأمم المتحدة لم تقتصر على ضحايا المدنيين، بل وثقت تضرر عدد من المرافق الحيوية في المدن، إضافة إلى المساجد والأماكن الأثرية كقلعة سبها التي تضررت جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مطلع العام الجاري، وخلفت في مبانيها أضرارا بليغة. النبأ اليوم متواصل معكم مشاهدينا، ولكن بعد فاصل قصير وتتابعون فيها الفقرات الاقتصادية والرياضية والنشرة الجوية، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب ببقية الزملاء وأبرز العناوين. ارتفاع للرطوبة النسبية على معظم المناطق الساحلية، وأمال فريق الجزيرة وجها لوجه مع أهل بنغازي في نهائي كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عام. الدينار الليبي يغلق على ارتفاع في السوق الموازية مع نهاية الأسبوع. مشاهدين لهذه الفقرة الاقتصادية التي نستعرض في أسعار العملات وأسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية، ونبدأ باستعراض لأسعار العملات، حيث شهد الدينار الليبي ارتفاع يعتبر ملحوظ خلال المقارنة بالأيام الماضية، ونشاهد هنا سعر الدولار قد انخفض إلى 5.670 دنانير درهم مقابل الدولار الواحد، في حين انخفض اليورو إلى 6.550 دنانير درهم، والجنيه الاسترليني انخفض الى 7.500 دنانير درهم، في حين انخفض الدينار التونسي الى 2.250 دنانير درهم مقابل الدينار الواحد. ننتقل الى اسعار المعادن الثمينه بشكل عام، نلاحظ هناك انخفاض في معظم اصناف المعادن وبالاخص الذهب، بدايه بالذهب عيار 24 والذي انخفض الى 206 دنانير للجرام الواحد، الذهب عيار 21 انخفض الى 176 دينار، واما الذهب عيار 18 فقد انخفض الى 155 دينار، والفضة انخفضت إلى الدينارين و200 درهم للجرام الواحد. ننتقل إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام، نلاحظ هناك استقرار نسبي في معظم الأصناف، بداية بسعر كيلو الكسكسي الذي يستقر عند 3.250 دنانير درهم، والمكرونة تستقر عند 1.750 دينار درهم لنصف الكيلو، وكيلو الأرز يحافظ على استقرار عند 3.500 دنانير درهم، في حين زيت الذرة فقد أغلق يوم أمس السوق على سعر 4.500 دنانير درهم للتر الواحد. ننتقل إلى أسعار اللحوم، نلاحظ هنا انخفاض كيلو الخروف إلى 37 دينار، بينما انخفض لحم البقر إلى 26 دينار للكيلو، ولحم الإبل انخفض إلى 27 دينار، في حين ارتفع لحم الدجاج إلى 9.500 دنانير درهم للكيلو الواحد. ننتقل إلى أسعار الخضروات، نلاحظ هناك استقرار نسبي في سلعتي أو في صنفي البصل والبطاطا، حيث يستقران عند 1.500 دينار درهم للكيلو الواحد،
بينما الطماطم ارتفع إلى 3 دنانير و500 درهم، وكيلو الخيار أيضا ارتفع إلى 4 دنانير للكيلو الواحد. إذن ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات. إليكم محمد وهيفاء وباقي الزملاء. شكرا لك مهيبة. ما الآن فما أخبر الرياضة مع زميل عبد الرؤوف الرياني. إليك عبد الرؤوف. مساء الخير محمد. مساء الخير هيفاء. أشكركم كثيرا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الرياضية التي نبدأها معكم من آخر الأخبار المحلية، حيث أنه ضمن منافسات كأس ليبيا تحت 17 عاما للكرة الطائرة، تفوق الجزيرة على نظيرها سويحلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. الجزيرة استطاعت التفوق في الشوط الأول ب 25 نقطة مقابل 16، وعاد سويحلي في الشوط الثاني وأنهاه ب 25 نقطة مقابل 19، وتمكن الجزيرة بعد ذلك من العودة في الشوطين الثالث والرابع وأنهاهما لصالحه بنتيجة 25 نقطة مقابل 22، فيما انتهى الشوط الرابع ب 25 نقطة مقابل 15. هذا وكان الأهلي بني غازي قد تفوق على نظيره السويحلي بثلاثة أشواط نظيفة في افتتاح منافسات كأس ليبيا تحت 17 عاما للكرة الطائرة. أيضا الأهلي بني غازي استطاع تجاوز السويحلي بثلاثية نظيفة. الشوط الأول انتهى بتفوق الأهلي بني غازي ب 25 نقطة مقابل 23، فيما انتهى الشوط الثاني بذات النتيجة، كما انتهت نتيجة آخر الأشواط بتفوق الأهلي بني غازي ب 25 مقابل 17 نقطة للسويحلي. وبهذه النتيجة سيضرب الأهلي بني غازي موعدا مع الجزيرة في المباراة النهائية لتحديد بطل كأس ليبيا تحت 17 عاما، والذي يجرى في نسخته الأولى. في آخر أخبار كرة القدم المحلية، أكد عبد المجيد صالح مدير الكرة بنادي الاتحاد في تصريح له بالمركز الإعلامي للنادي أن إدارة النادي أجرت العديد من التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وأن إدارة نادي الاتحاد ستعلن عن هذه التعاقدات في مؤتمر صحفي سيعقد في الأيام القادمة. كما طمأن عبد المجيد صالح جماهير النادي بأن كل الأمور تسير على ما يرام من النواحي الإدارية والمالية أيضا. محليا أيضا، افتتحت الخميس فعاليات اليوم الأول من تصفية بطولة النصف الاحترافية للملاكمة بقاعة طرابلس الكبرى. وصرح مفتاح أبو عزة عضو اتحاد الملاكمة أن البطولة ستكون نقلة نوعية للملاكمين الهواة الذين يطمحون للاحتراف، وستشهد قوانين مغايرة عن باقي البطولات التي نظمت في الماضي. وشهد اليوم الأول إجراء 5 مقابلات بين ملاكمين من طرابلس وبني غازي ومصراتة وزوارة، وتستكمل البطولة الجمعة. يذكر أن البطولة النصف احترافية للملاكمة يشارك فيها 26 ملاكما من مختلف المدن الليبية. نختتم جولتنا من آخر الأخبار العالمية، حيث نقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يطالب فيها بدفع 750 مليون يورو مقابل التخلي عن نجم وسطه لوكا مودريتش. وأشارت ماركا إلى أن رئيس الملكي لا يرغب بالتخلي عن مودريتش، خاصة بعد خروج كريستيانو رونالدو من الفريق. وأشارت الصحيفة الإيطالية أو الإسبانية بأن نادي إنتر يرغب في التعاقد مع أفضل لاعب في مونديال روسيا. وأكدت المصادر أن مودريتش منح موافقته لوكيل أعماله من أجل التفاوض مع إنتر قبل أن يخرج بيريز مطالبا بقيمة تعجيزية للتعاقد مع لوكا مودريتش. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة. عودة مجددا الآن للزملاء محمد شبيني وهيفاء. إليك محمد. شكرا لك زميل عبد الرؤوف. أشكركم كثيرا. وننتقل محمد ومشاهدينا إلى معرفة أحوال الطقس مع الزميل محي الدين علي. أهلا بك. أهلا هيفاء ومحمد، وأهلا بكم أيها السادة الكرام أينما كنتم. الأجواء السائدة خلال هذا اليوم كان ارتفاع الرطوبة النسبية العالي على معظم مناطق الساحل الليبي وخاصة المناطق الغربية. كانت الرطوبة قد ارتفعت بشكل ملحوظ وبدأت وكأن درجات الحرارة مرتفعة بشكل واضح، ولكن الرطوبة العالية هي السبب الرئيسي في الشعور بدرجات الحرارة أو شعور بأن الحرارة أكثر مما هي عليه. خلال يوم غد تستمر هذه الوضعية على كل السواحل الليبية وخاصة غربها، تبقى رطوبة عالية، درجات الحرارة في بداية الثلاثينات يعني على السواحل ما بين 30 درجة إلى 33 أو 34 على أقصى تقدير، وعلى الدواخل ما بين 34 إلى 38 درجة. على الدواخل نسبيا مرتفعة مقارنة بالسواحل، ولكن تقل الرطوبة كلما اتجهنا ناحية الجنوب وخاصة في الجنوب الغربي. درجات الحرارة مرتفعة لكن الرطوبة منخفضة بشكل واضح على كل أرجاء الجنوب سواء كان الغربي أو الشرقي. تبقى درجات الحرارة فوق 40 على كل مناطق الجنوب.
مناطق الشمال الشرقي درجات الحرارة أيضا نسبيا معتدلة، وإن كانت رطوبة على بعض المناطق وخاصة الساحل بنغازي وجدابية مرتفعة نسبيا على هذه المنطقة. إذن بصفة عامة الأجواء مستقرة، درجات الحرارة معتدلة على الشمال، مرتفعة على الجنوب، الرطوبة عالية على الشمال ومنخفضة على الجنوب. مباشرة إلى خريطة توزيع الكتل الهواء الساخن والبارد، والتي نلاحظ من خلالها أن الهواء أو كتل الهواء الساخن تتمركز على هذه المنطقة على الجنوب الشرقي تحديدا، ما يرفع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الكفرة تزور بسير والمناطق المجاورة لها، كذلك وصولا إلى مناطق الجغبوب، كذلك في جالو أوجلا، كل هذه المناطق تشهد درجات حرارة عالية، وصولا إلى مناطق الجنوب الغربي في كل من سبها، مرزق، القطرون، كذلك غات، وأيضا في مناطق عديدة من الجنوب الغربي. ستظهر سحب خلال ال 24 ساعة قادمة من مناطق تونس ومناطق الجنوب، والتي قد تسبب في بعض الظواهر الرعدية وخاصة على مناطق الجبل النفوسة تحديدا أو الجبل الغربي. كذلك الحال في الجنوب الغربي. ننتقل إلى النشرة الخاصة بالصيد البحري والنشرة الخاصة بالمصطفين، حيث سيكون على المناطق الممتدة من رأس الجدير حتى سرت سماء صافية إلى قليلة سحب تتكاثر من حين آخر. الرياح ستكون في معظمها شمالية شرقية أي براني، سرعتها من 5 إلى 10 عقدات أي لا تزيد عن 20 كيلومتر في الساعة، وهذا ما يجعل البحر ارتفاع الموج يتراوح من 0.5 متر إلى 75 سنتي على أقصى تقدير، يرتفع قليلا على الهلال النفطي ليصل إلى متر خلال منتصف النهار، ولكن باقي السواحل الليبية تشهد هدوء للبحر، بحر هادئ إلى قليل التموج على مناطق جدابية مناطق الهلال النفطي، رؤية جيدة ودرجة حرارة البحر تصل إلى 27 درجة. إذن الأجواء ملائمة على السواحل الليبية أو على معظم السواحل الليبية بإذن الله خلال يوم غد، ملائمة للسباحة وللإصطياد. أما الحالة الجوية المتوقعة خلال يوم غد على المناطق الغربية والساحلية تحديدا الممتدة من رأس الجير حتى سرت، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، رياح شمالية شرقية معتدلة في سرعتها. أما الحرارة فستتراوح ما بين 30 إلى 34 درجة مئوية هذا على الساحل، أما على الدواخل فتصل أو تتراوح من 34 إلى 38 درجة مئوية، ارتفاع واضح في كل من غدامس كذلك الحمادة اللي تتجاوز 40 درجة، وقد تصل إلى 44 في بعض المناطق. في الجنوب الغربي في كل من سبها، أوباري، مرزق، كذلك غات، هذه المناطق درجات الحرارة لا تقل عن 40 درجة، وستسجل خلال اليومين القادمين منتصف الأربعينيات. كذلك الحال في مناطق الجنوب الشرقي في كل من الكفرة، تزر بوسير، وكذلك الجغبوب وصولا إلى أوجلا وجالو، والتي تشهد أيضا درجات حرارة مرتفعة خاصة في أقصى الجنوب الشرقي، إذ نتوقع أن تكون ما بين 40 إلى 43 درجة مئوية على هذه المنطقة. ستكون درجات الحرارة معتدلة وبشكل واضح في الشمال الشرقي، حيث تكون ما بين 29 إلى 33 درجة على الساحل الشرقي وخاصة الجبل الأخضر. أما في جدابية وبنغازي فتتراوح ما بين 30 إلى 34 درجة مئوية. ننتقل إلى المدينة المختارة والتي ستكون من الشرق الليبي تحديدا درنا، والتي نتوقع أن تكون فيها درجات الحرارة معتدلة خلال يوم غد لتصل إلى 32 درجة مئوية، هذا أعلى درجة حرارة تصل إليها، 22 أقل درجة تصل إليها هذه الليلة. أما سرعة الرياح فستكون معتدلة من 15 إلى 20 عقدة أي لا تتجاوز 40 كيلومتر في الساعة، اتجاه الرياح سيكون شمالي شرقي أغلب فترات النهار، حالة السماء صافية، قد تظهر بعض السحب من حين إلى آخر. النشرة وقد تكاملت، عودة إلى هيفا ومحمد. شكرا جزيلا لك. شكرا زميل محدين. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام نبأ اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. في أمان الله.